ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن الكاتب الصحفي السيد عمر محمد. أستاذ عمر، مرحبا بك. وزير الخارجية البريطاني وصف قرار الطرد الجماعي لدبلوماسيين روس من عدد من الدول هو الأكبر في التاريخ، كيف تنظر إليه؟ بالنسبة لي القرار الأمريكي صراحة هو يؤكد ما ذهب إليه كثيرون، أن الخارجية الأمريكية أو السياسة الخارجية الأمريكية تعود لتأخذ دورها بعد سنتين رئاسيتين للرئيس باراك أوباما ومعاناته السياسة الخارجية الأمريكية في تلك الفترة من ضعف ونقوص بالنسبة لملفات مهمة في العالم مثل الملف الأوروبي وملف الشرق الأوسط. تعليقي على ما يقول وزير أو ما قال وزير الخارجية البريطاني، ربما أننا سنشهد المزيد من التصعيد الأمريكي للضغط ليس فقط على الملف المتعلق بالجاسوس الروسي المزدوج، لكن سنشهد هناك حدة في التعامل مع الملف الروسي الإيراني المشترك أيضا. لا ننسى أن هذه القرارات الكبيرة جاءت بعد تعيين بومبيو كوزيرا للخارجية، وهو خطر كبير في يتابع هذا الملف. وأيضا دعني أقول أن فقر الصقور وهو بولتون الذي لطالما كان قد حث بتصعيد الموقف مع روسيا او الضغط على روسيا، وكذلك يعني هو استلم ملف الامن القومي، لكن لا ننسى انه كان من ارفع الدبلوماسيين الامريكيين في فتره كبيره وعصيبه في العالم لا سيما على العراق حتى. نعم، موسكو أيضا أكدت أنها سترد بالمثل على الدول الغربية التي طردت دبلوماسيها، كيف سترد من وجهة نظرك؟ لترد موسكو يعني حتى ولو بطرد ضعف هذا العدد، لكن ما هو تأثير موسكو في قادم الأيام؟ ما هو حجم موسكو بالنسبة للتجارة العالمية؟ ما هو حجم موسكو للاقتصاد والناتج القومي الأمريكي؟ هناك عجز كبير، هناك تضخم كبير في بالنسبة للروبل الروسي. يعني ما إن فرض هذا القرار حتى كان هناك هبوط للروبل الروسي أمام جميع العملات، سوق العملات هذا اليوم. هذا يؤكد إنه القرار الأمريكي حتى ولو ألمحت، يعني وإن ألمحت أمريكا وألمح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات، نجد تأثير مباشر. القرارات الروسية صراحة ليست ذات أهمية أعتقد بعد الآن، فيما لو توحدت القرارات والمواقف الأمريكية الغربية. وسنجد في قادم الأيام إن لم نقل الساعات، القرارات الآن يبدو أنها متسارعة. كنت قبل قليل في الخارجية الأمريكية وأرى الموظفين الذين يعني يعملون في هذه الملفات أو في متابعة الوضع عن طريق الوضع الإعلامي. يعني صراحة قادم الأيام ستشهد الكثير من التصعيد، وإيران على الطاولة أيضا، على طاولة التشريح. وأيضا لا ننسى أن ولي العهد السعودي سيبقى هنا من أسبوعين إلى 3 أسابيع، يعني لو كان هناك وقت يعني ممكن نتحدث عن هذا الموضوع. في ضوء هذه التطورات أستاذ عمر، في ضوء هذه التطورات، هل سنشهد في الأيام المقبلة تحالفات جديدة؟ سنشهد عودة لقوة التحالفات، دعني أقول عودة لقوة العلاقات الأمريكية الخليجية. أنا هنا أتحدث يعني بكامل الحياة صراحة، لكن ما أقوله أنه زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أعطت دفعة أو
لأقول بصراحة المال السعودي أعطى دفعة كبيرة لرجل الأعمال الموجود في داخل الرئيس الأمريكي وهو دونالد ترامب. هذا الفيلم هو أشبه ما يكون في النسخة العربية والإنجليزية لفيلم الرسالة، هي نفس السيناريو ونفس الإخراج الذي حصل مع العراق 2003 أراه الآن يتكرر مع، يعني سيحصل توقعي سيحصل باتجاه إيران. زيارة ولي العهد ولقاء البعض يتساءل نعم معذرة أستاذ عمر، لكن أتوقع أن يكون هناك حضور لولي العهد في قرار ما يصدر في الأمم المتحدة تجاه إيران. هناك من يرى أن رفض الأمم المتحدة التعليق على طرد الدبلوماسيين الروس هو بمنزلة انسحاب للمنظمة الأممية تمهيدا لأحداث ربما توصف بالجسام مستقبلا، إلى أي مدى تتفق مع ذلك؟ نعم، دائما الأمم المتحدة في اللحظات المصيرية والحساسة تتركها للقطب الأقوى، مثلما تركت ملف العراق للقطب الأقوى، مثلما تركت حتى أحيانا مستعدة لترك يعني ملف كوريا الشمالية، الآن تتركه للولايات المتحدة. ترامب لربما سيحله من خلال لقاء مع الرئيس الكوري الجنوبي الكوري الشمالي والرئيس الكوري الشمالي، مثل ما سمعنا هو في زيارة للصين. هذا الموضوع يعني دعني أقول حينما لم يكن هناك حضور للولايات المتحدة في الأمم المتحدة حضور مؤثر، ذهبت القمع إلى روسيا، احتلتها روسيا أو سيطرت عليها روسيا. الملف السوري اللي هو ملف شائك سيطرت عليه روسيا لفترات طويلة بسبب الانسحاب الأمريكي. الدور الأمريكي يعود صراحة، يعود بقوة للمنطقة، يعود باتجاه إيران، دعني أقول يعود طبعا الضغط على إيران، بالتالي هو ضغط على روسيا. ودعني أذكر أن السلطة الروسية هي ذات السلطة التي تخلت عن النظام العراقي في 2003 وانسحبت بالكامل بالمطلق، والصين انسحبت أيضا يعني وكانت كلماتهم هواء الشبك. فأعتقد أنهم وكانت أهمية النظام العراقي صراحة شكرا لك الفترة. أهمية كبرى بالنسبة للروس وليس مثل إيران. إيران في بعض الأحيان تلعب دور المنافس، وهذا ما لا يروح في روسيا. روسيا أعتقد روسيا ستسلم الملف الإيراني، أو دعني أقول ستسلم كل ما يتعلق بإيران، ستسلم الجمل بما حمل للولايات المتحدة الأمريكية ولدونالد. شكرا لك أستاذ عمر محمد الكاتب الصحفي، كنت معنا من واشنطن.